فإذا كان في قلنا عندما كان يتلقى جابر بن زيد العلوم أدرك 70 من الصحابة من الذين حضروا أول غزوة للرسول صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، وهم 70 بدريا، فحوى ما عندهم من علم. نفهم ليه الكلمة هذه، معناه أنه وصل في وقت من الأوقات يقول أنه ما في علم هذا الصحابي حفظته أعرفه كله، ونستحضر مليح ذلك التاريخ، ونستحضر مليح قدرة العرب في ذاك الوقت على الحفظ، لأنه إحنا الآن حافظة نتاعنا انتهت، ما عندناش حافظة بسبب وسائل الكتابة، لما عدنا نعتمد على الكتاب ما نحفظوش خلاص، حتى الدرس لازم نجي نكتبوا نكتب رؤوس أقلام على البطاقة أو الكمبيوتر ولا الوسائل المعاصرة تسهل على التسجيل، أصبحنا لا نعتمد على الذاكرة، الذاكرة الآن فاشلة خلاص، أي معلومة لازم نرجع نجيب مفكرة باش نتفكر المعلومة. إذن قدرة الحفظ في ذاك الوقت، وقدرة العرب عموما، العرب كل كانوا مشهورين بالحفظ، يسمع قصيدة يحفظها سماع الأول، كل العرب كانوا بهذه الطريقة، وأكثر من ذلك أهل عمان مشهورين في الجزيرة العربية، كل أهل عمان أشد الناس وأكثر الناس حفظا إلى اليوم، يعتمدون على الحفظ اعتماد كبير جدا. ولعل الشيخ الخليلي أبرز مثال على ذلك عند مناقشته وفي دروسه وفي محاضراته، يذكر المعلومة ويذكر مرجعها. نعم تبعوه في الخطبة تاعو المحاضرة تاعو، لما يتكلم يقول معلومة يقول لك ارجع الكتاب الفلاني صفحة كذا تلقاها مكتوبة، ويحفظ السند، يحفظ آلاف الحديث بسندها عن فلان بن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجيب لك إذا كان في حديث عنده طريقين روية بطريقين يجيب السندين مع بعض. إذن آية في الحفظ. ولما يقول جابر بن زيد فحاويت ما عنده من العلم، لا نستغرب، لا نستغرب في تلك الظروف وفي تلك الذاكرة اللي كانت في ذاك الوقت كانت تعتمد على الحفظ أساسا، ما كانش كتابة، طلبة كانوا يجلسوا ويحفظوا، ثم قدرته كذلك العرب عموما وأهل عمان خصوصا على قدرة استيعاب العلوم.